أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة التاسعة من تلفزيون فلسطين وإلى إبراز عناوينها. تل أبيب تتجاهل طلبا لمجلس الأمن الدولي يدعوها إلى وقف الاستيطان. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله بيده في القدس المحتلة. وجراء استمرار الحصار الإسرائيلي قطاع الصيد البحري في غزة يتكبد خسائر جمة. أهلا بكم. استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين سفير الكرسي الرسولي لدى ألمانيا، وأطلع السيد الرئيس سفير الكرسي الرسولي على مجمل المستجدات السياسية والتطورات على الأرض في ظل مواصلة إسرائيل التنكر لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ مزيد من المشاريع الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية. وتطرق سيادته إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية خاصة في مدينة القدس المحتلة. عذرا على هذا الخلل الفني، نعى السيد الرئيس محمود عباس إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات المناضل الوطني الكبير السفير سعيد كمال الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. وتقدم سيادته لذوي الفقيد وأهله بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. هذا ووقف المشاركون في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين دقيقة حداد على روح الفقيد سعيد كمال الذي شغل منصب مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة ومساعدا لأمينها العام. السفير سعيد كمال يرحل تاركا خلفه تاريخا نضاليا مليئا بالمهمات الصعبة التي تحمل عبئها منذ ريعان شبابه وحتى آخر لحظة في عمره. هو واحد من جيل المؤسسين في الثورة الفلسطينية ومن أوائل دبلوماسييها الذين نقلوا رسالة القضية إلى مختلف المحافل العربية والدولية. سعيد كمال الذي وافته المنية في القاهرة من مواليد مدينة نابلس التحق بالعمل الوطني في وقت مبكر من حياته عندما انخرط في صفوف الحركة الطلابية بقيادة الشهيد أبو عمار في ستينيات القرن الماضي، وليصبح بعد ذلك أحد مؤسسي منظمة التحرير وواحدا من أبرز أعلامها السياسية والدبلوماسية في الساحة العربية ما بعد انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة. تدرج السفير كمال في مهامه حتى بات أول سفير لمنظمة التحرير في القاهرة ما بعد إعلان الدولة من الجزائر في العام 1988، إذ شغل هذا المنصب حتى العام 1994، لينتقل بعدها كمندوب دائم لفلسطين في جامعة الدول العربية ومساعد لأمينها العام ورئيس لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، كما كان ممثل فلسطين في منظمة تضامن شعوب آسيا وإفريقيا في القاهرة. وعندما وقعت اتفاقية أوسلو للسلام كان السفير كمال من الكفاءات التي اعتمدت عليها منظمة التحرير فترة تأسيس السلطة الوطنية، حيث ساهم في صياغة السياسات العامة ورسم أسس العمل الدبلوماسي الذي قامت عليه مؤسسات السلطة ذات الاختصاص. السفير سعيد كمال يرحل الآن وله رصيد من الأعمال التي ستسجل في ذاكرة الجامعة العربية ومنظمات التضامن مع شعبنا في إفريقيا وآسيا وفي صفحات العمل الدبلوماسي والنضالي الفلسطيني. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين. قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس بوقف بناء المستوطنات. وأضاف ملادينوف عقب تقديمه تقريره الأول عن تنفيذ القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن القاضي بوقف الاستيطان أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات لوقف الأنشطة الاستيطانية خلال فترة إعداد التقرير،
مضيفا أن تطورات كثيرة حدثت في الأشهر الثلاثة الماضية من شأنها زيادة قطع الارتباط بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وتسريع تفتيت الضفة الغربية، وأن هذه التطورات أحد العقبات الرئيسية أمام السلام. في شأن متصل، أعلن البيت الأبيض فشل مباحثات استمرت 4 أيام بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعثة إسرائيلية رفيعة المستوى في التوصل إلى اتفاق على صيغة لوقف الاستيطان. على ضوء تعنت الوفد الإسرائيلي في مواقفه، فشلت محادثات اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة التي تأسست مؤخرا لبحث سبل إمكانية التوصل إلى تفاهمات لتجميد التوسع الاستيطاني كباكورة لتحريك المسيرة السلمية المتعثرة جراء استمرار الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا وأراضيهم ومقدراتهم. إسرائيل تريد مفاوضات فارغة من أي مضمون ومن أي التزام، وهذا لن يكون هناك معه أي تجاوب فلسطيني. الموقف الفلسطيني واضح، يكون هناك مفاوضات عندما يجمد الاستيطان كشيء خارج القانون الدولي، كشيء ضد القانون الدولي. ما دون ذلك أنا أعتقد كما قلت أنه إحنا في صراع مع هذه الحكومة، ويجب أن نعمل على كل صعيد، على الصعيد العربي، على الصعيد الدولي لمواجهة هذه السياسات. إفشال حكومة الاحتلال المبادرة الأمريكية التي تتطلع من ورائها إلى تقريب المسافة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيدا لإعادتهما إلى مائدة المفاوضات يعكس نوايا تلك الحكومة ورغبتها في إطالة عمر مشاريعها الاستيطانية وصولا إلى الانزلاق نحو فرض حلول على مقاسها بالمعاول والجرافات التي تنهش ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. التيار الحاكم في إسرائيل يريد أن يبتز ترامب إلى آخر نقطة، إلى آخر لحظة، تريد منه أن يعطيها يعني إذنا صريحا واضحا لا لبس فيه حول الاستيطان. ترامب لا، يعني لا، ربما يرغب أنه يدعم إسرائيل دائما ولكنه ليس كما تطلب إسرائيل. التعنت الإسرائيلي أمام تحرك واشنطن في أولى عتباته الرامية إلى تهيئة أجواء مواتية لإطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع، غير أنه تطاول على القانون الدولي ومؤشر على استخفاف إسرائيل في التعاطي مع تلك التحركات بجدية، يؤكد أيضا أنها فقط تريد العودة إلى مفاوضات تدور رحاها في حلقة مفرغة من أجل التملص من دفع استحقاقاتها. إجهاض الحكومة الإسرائيلية المساعي الأمريكية الهادفة لتجميد البناء في الكتل الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين يكشف الوجه الحقيقي لها وزيف ادعاءاتها التي تترجمت مؤخرا من خلال تفضيلها الاستيطان على السلام. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات. مساء الخير سيد سعيد، هل ترون بأن شعارات دونالد ترامب الرنانة المتضاربة مع سياسة البيت الأبيض أفضت إلى فشل المباحثات التي استمرت 4 أيام مع الوفد الرفيع الإسرائيلي؟ لا، لم يكن ذلك سبب وراء الفشل. وراء الفشل هو الموقف الإسرائيلي الثابت التاريخي أن الاستيطان أولا والاستيطان ثانيا والاستيطان ثالثا، وهم يفضلون الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي على أي عملية سلام، حتى لو كان ذلك قد يفتح لهم الباب لعلاقات طيبة وحميدة ومباشرة مع الدول العربية كلها. فإذا الموقف الإسرائيلي حقيقة لم يتغير، كما رأيت ارتفع الاستيطان عام 2016 بنسبة 40% عن العام الذي سبقه. فإذا هناك حقيقة انسجام كامل في الموقف الإسرائيلي. الموقف المتخبط هو الموقف الأمريكي، والموقف الضائع هو الموقف الفلسطيني والموقف العربي الذي حقيقة لا يحمل بديلا لذلك، ولا يطرح موقفا يقول إن لم تفعلوا ذلك، إن لم توقفوا الاستيطان فإننا سنقوم وكذا. فإذا هذه الأمور متجمعة، تغير الرئيس الماضي إلى الرئيس الحاضر، تغير أمين عام الأمم المتحدة إلى أمين عام الجديد الذي
يتحقق تماما مع البرنامج الإسرائيلي في تقدير كل هذه القضايا، تعطي الصلابة والقوة للموقف النتنياهي وموقف نتنياهو والموقف الإسرائيلي. وتذكر أن هؤلاء القائمون على سياسة السياسة في الشرق الأوسط هم صهر ترامب كوشنر، وهو يدعم الاستيطان ويتبرع للاستيطان وعائلته تبرعت بمبلغ. نعم، البعض يروج لفكرة ضرب جهود السلام من خلال الإعلان عن فشل هذه المباحثات. هل هو يعني بداية لماراثون من المباحثات التي قد لا تنتهي، وإعلان عن فشل لحل سلام قائم على مبدأ وقف الاستيطان؟ مرة أخرى هذا لا يختلف عن السابق. تذكر المفاوضات التسعة في شهر ما بين أغسطس عام 2013 ونيسان عام 2014 التي انتهت وختمت بحائط الامتناع والتصلب الإسرائيلي عندما رفضت أن تخرج عن آخر دفعة من الأسرى. لم يختلف تماما الموقف قبل ذلك. أبان المفاوضات المتعددة سواء من كان ديفيد وما تبعه وضعه، فإن حقيقة الموقف الإسرائيلي باتفاق هو ثابت، هم يريدون أن يسلبون هذه الأرض وقدر الإمكان من هذه الأرض، وليحدث ما يحدث من وراء الفلسطينيين. مش بالضرورة أنه يصير في عملية تنظيف عرقي يطلع الفلسطينيين من قراهم وبلادهم، لا بالعكس، اضرب عليهم أطواف وضعهم في السجون كما يجري الحال في مخيم شعقاط، كما يجري الحال في الكرم، في مناطق أخرى. فهم على استعداد تام أن يتقبلوا هذا الوضع، ويعتقدون أن الظرف العالمي وظرف المواقف لذلك. هناك تفتت في الموقف العربي، هناك تفتت أيضا في الموقف الفلسطيني، هناك انقسام واسع جدا في الساحة الفلسطينية، وهناك غياب للرؤية الفلسطينية. كل ذلك يعزز ويدعم الموقف الإسرائيلي. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات. وفي الأردن انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في البحر الميت للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها 28. وأكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي العايد دعم الأردن للقضية الفلسطينية ودعم مفاوضات السلام المحددة بسقف زمني بناء على حل دولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هنأت حكومة الوفاق الوطني المرأة الفلسطينية باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة قرارا ينتصر لها. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن هذا القرار يعد انتصارا للمرأة الفلسطينية واحتفاء عالميا بتفوقها وحضورها وتميزها ونضالها ضد الاحتلال، مضيفا أن القرار يعكس إيمان العالم بالحق الفلسطيني ونبذه للاحتلال. وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة اتخذت قرارا بعنوان حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها يعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وذلك على هامش أعمال الدورة 61 للجنة. وأكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة وتقدمها في فلسطين، وأهاب بالمجتمع الدولي الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية. التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقل له تحالي التهاني السيد الرئيس محمود عباس في عيد البشارة، وأطلعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مقدسات شعبنا المسيحية والإسلامية. وفي إطار جولته التقى الأحمد رئيس اللجنة الإسلامية الشيعية الأعلى عبد الأمير قبلان في دائرته ببيروت، وأكد الطرفان قدسية العلاقة غير القابلة للمساس بين فلسطين ولبنان، كما تناولا التطورات المتعلقة بصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. هذا وزار الأحمد مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ووضعه في صورة التحديات القائمة خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا،
كما والتقى الأحمد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة البرلمانية التابعة لحزب الله محمد رعد، وبحث الجانبان القضايا التي تهم الشعبين الفلسطيني واللبناني. احتضان الشعب اللبناني للاجئين الفلسطينيين كضيوف مؤقتين على الدولة والشعب اللبناني الشقيق، نقول أن تحسين أوضاعهم المعيشية واستقرارهم هو عامل أساسي في صمودهم من أجل أن يكونوا جزء لا يتجزأ من النضال من أجل تحقيق حلم العودة. في موضوع آخر، اتهمت الفصائل الوطنية والإسلامية في المحافظات الجنوبية الموساد الإسرائيلي باغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء الذي شيعت جثمانه جماهير محافظة غزة وسط استنكار وتنديد بهذه الجريمة النكرة. جريمة في جنح الظلام جعلت الشهيد مازن فقهاء في دائرة الضوء، واحد من أكثر الذين يقول عنهم الاحتلال إنه مطلوب بحجج أمنية. توجهت له مجموعة مجهولة أمام منزله جنوب غرب مدينة غزة وأطلقت عليه 7 رصاصات تحمل بصمات الموساد استقرت في جسده ليرتقي شهيدا على الفور. العدو اتخذ قرار بإعادة سياسة الاغتيالات، ولكن في هذه المرة يحاول تنفيذ الاغتيالات من خلال عملاء ماجورين على خلفية أنه لا يريد هو أن يقول أنه اخترق التهدئة أو ما يسمى بالتهدئة المزعومة، وإنما يريد أن يستمر في التصفية، ولكن هذا يدخل الساحة الفلسطينية في أتون مع يعني حراك داخلي صعب، ويكون هو في منأى عن الرد. فقهاء أحد المحررين في صفقة شاليط والمبعد من جنين إلى غزة، متزوج وله 2 من الأبناء. شيع جثمانه اليوم بحشد مهيب إلى مقبرة الشيخ رضوان وسط حالة من الغضب. جريمة اغتياله الهادئة بسلاح كاتم للصوت أثارت سخط الفصائل الفلسطينية كافة، معربين عن غضبهم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. الاغتيال بالنسبة لنا هو عدوان كبير وخطير، وإذا استمر فإن هذا سيزعزع كل المنظومة الفلسطينية، وبالتالي لابد من التصدي لهذه المحاولات وقطع يد المحتل مرة أخرى حتى لا يتجاوز مرة أخرى على أي أبناء شعب اغتيالا أو قتلا. هي المرة الأولى التي يقدم فيها الاحتلال على هذا النوع من الاغتيال في قطاع غزة منذ 22 عاما، حين أقدمت مجموعة من الموساد على اغتيال محمود الخواجة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والذي كان متوجها من منزله بمخيم الشاطئ للاجئين إلى عمله. جريمة أدانتها كل الفصائل إذن، فبإقدام إسرائيل على الاغتيال على الأرض بهذه الطريقة رسمت علامات استفهام كثيرة، محاولة قلب المعادلة وجر الفصائل إلى حالة الرد، وربما كاتم الصوت الذي اغتيل به فقهاء سيتحول إلى انفجار يسمع المنطقة برمتها. فؤاد جرادة، تلفزيون فلسطين، غزة. ميدانيا، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة المحامي يوسف بختان على هدم منزله بيده في بلدة بيت حنينة شمال القدس لتوفير تكلفة الهدم، وذلك في إطار هجمة شرسة طالت 70 منشأة سكنية وتجارية في العاصمة المحتلة منذ بداية العام. هذه الأصوات لا تمثل ضربات هدم منزل فقط، بل أصوات قلوب تتألم لإجبارها على الهدم ذاتيا. عائلة المحامي يوسف بختان من بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة الضحية الجديدة التي أجبرتها بلدية الاحتلال على هدم منزلها البليغة مساحته 60 متراً مربعا لتوفير تكلفة الهدم بآليتها الباهظة. هذا المنزل لأخوي المحامي يوسف بختان، فهمت علي، أجا أمر هدم وما بده يجوا يهدمون، فهمت علي، فاضطرينا نهدم بإيدنا، وهو طلع، فهمت علي، ما قدرش يتحمل المنظر. هاي الضريبة اللي بندفعها عشان نعيش في القدس، لأنه احنا مرابطين وهم ما بدهم إيانا، بدهم يهجرونا.
هدم الاحتلال نحو 70 منزلا ومنشأة تجارية في القدس في أقل من 3 أشهر من العام الجاري يعري نهجا منظما لترحيل المقدسيين عبر الهدم المنفرد أو الجماعي، تهيئة لإسقاط المخططات التهويدية المعدة للعاصمة في السنة 50 لاحتلالها. اليوم عندهم سياسة تفريغ المدينة، واحد من العناصر الكبيرة في موضوع تفريغ المدينة هو قضية الهدم. أعلن رئيس البلدية بشكل واضح أنه رأساً رد على عمونة بده يبلش يهدم في القدس، هذا واضح. يعني أول شيء قضية عنصرية، اثنين بربط المستوطنات في القدس وبربط الاستيطان بالقدس. وبالضرر الناجم عن هذا الدمار الذي يهدد أكثر من 20,000 بيت في القدس صدر بحقها أوامر هدم، يهدف الاحتلال إلى نزع الاستقرار والأمان لخلخلة صمود المقدسيين. في الوقت الذي يجتهد فيه أي إنسان لبناء منزله ونيل الحق بالسكن يختلف الحال في القدس المحتلة، فإجراءات الاحتلال أوصلت إلى أن يجبر المقدسي على هدم ماله وتعبه بيديها دافعاً ضريبة البقاء في مدينته المحتلة. من بلدة بيت حنينة، كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. إلى ذلك أوقفت قوات الاحتلال بناء 3 بركسات قيد الإنشاء بالأغوار الشمالية. وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمي أن قوات الاحتلال أوقفت بناء بركسات في خلة حمد، وقد تزامن ذلك مع اقتحام عدد من المستوطنين المنطقة. في شان آخر، أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بكشفه عن استعداد حركة حماس للاعتراف بإسرائيل جدلا حول استخدام الحركة سياسة مزدوجة في التعامل مع القضايا الوطنية، فهي ترفض في العلن الاعتراف بإسرائيل بينما تطرح ذلك في الغرف المغلقة. الأقنعة المزدوجة تحتاج أكثر من لغة معجمها النفاق السياسي رفيق درب الاستبداد السياسي حال حركة حماس في لغتها الخشنة والصدامية ضد الداخل الفلسطيني والناعمة المستجدية نحو الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا ما أكده وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بكشفه عن استعداد حركة حماس للاعتراف بإسرائيل. تأكيد رئيس الدبلوماسية التركية أمام أكثر من 200 شخصية عالمية وإعلامية في معهد الصحافة الأمريكي بواشنطن يعكس حالة الشذوذ السياسي عن الإجماع الوطني واللغة المزدوجة القائمة على المصالح الحزبية الضيقة وتثبيت حكم الأمر الواقع والمزايدات. أقول لكم وبأمانة سنسأل عنها أمام الله، وبثبات الرجال وعهدة الشهداء، أننا لن نعترف بإسرائيل. ما كشفه وزير الخارجية التركي حول استعداد حماس للاعتراف بإسرائيل والذي لم تنفه الحركة يشكل طعنة بالظهر وضربة لبرنامج الإجماع الوطني وقرارات المجلس الوطني، بل ويفتح الباب أمام ضغوطات خارجية على الفصائل الفلسطينية للاعتراف بإسرائيل بعيدا عن الشرعية وأي استحقاقات وطنية وسياسية. أما فيما يتعلق بموقف حماس، هذا بقول إحنا كنا نأمل يعني إنه في نهاية يعني جهودنا السياسية إنه ينتهي الحال بدولة فلسطينية، والدولة بعدها بيكون هذا قضية الاعتراف هو تحصيل حاصل. استعداد حماس الاعتراف بإسرائيل يأتي في وقت تتسارع فيه الجهود الدبلوماسية للقيادة الفلسطينية لكسب المزيد من الاعتراف بدولة فلسطينية وإجبار إسرائيل الإذعان للشرعية الدولية في خطاب سياسي واضح، حيث للكلمة معنى وللحرية مكان وللصدق ممارسة. فإنه من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة، عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو تراجع عن الإنجازات التي تحققت.
سعي الأخير نحو الاعتراف بإسرائيل وتقديم أوراق اعتماد لواشنطن يتزامن مع خطوات الحركة لتكريس الانقسام، متمثلة بتشكيل لجنة لحكم غزة ومؤسساتها وإلغاء المحكمة الدستورية في تعد واضح على المنجز القانوني والقضائي لشعبنا وسعيه نحو سيادة القانون واستقلال القضاء. لتلفزيون فلسطين، ليال عبيد. نفذت الأجهزة الأمنية حملة لإتلاف المركبات غير القانونية في قرية الريحية جنوب الخليل لما تشكله من خطر حقيقي على حياة المواطنين، وتأتي تلك الحملة ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسة الأمنية لتطبيق القانون وفرض النظام. في سبيل تطبيق القانون وفرض النظام العام، نفذت القوى الأمنية المشتركة فجر اليوم حملة لإتلاف المركبات غير القانونية في بلدة الريحية جنوب الخليل، حيث تم إتلاف عشرات المركبات منها ضمن سلسلة نشاطات للأجهزة الأمنية المتواصلة في محافظة الخليل، حيث تشكل هذه الظاهرة خطرا حقيقيا يهدد أرواح المواطنين الأبرياء وممتلكاتهم. حملة اليوم والله ممتازة جدا جدا جدا، ويعني أنا بشكر كل الأجهزة الأمنية الموجودة وبشكر جميع الأجهزة الأمنية، لأنه هذا إشي مشطوب، ضرب ولد صغير بتدمر. 4000 مركبة غير قانونية أتلفتها الشرطة الفلسطينية منذ بداية العام، وتم تحويل 100 شخص إلى النيابة العامة بتهمة قيادتها وإصدار أحكام عليهم تراوحت من 3 أشهر إلى 6، ناهيك عن مئات الكيلوات من المخدرات والمواد الممنوعة التي قدر ثمنها بحوالي 60 مليون شيكل. المواطنون رحبوا بهذه النشاطات التي تقوم بها قوى الأمن، واصفين هذه الظواهر بشبح يهدد حياتهم. موقف إن شاء الله يكون إنه من صالح الشعب، لأنه هذول السيارات بيطلعوا فيه أولاد صغار جهال غير بالغين. لو إنسان بيستعمل هذه السيارة للحاجة المناسبة، لو عنده واحد غنمات عنده شغلات بيستعملها، أما بيطلعوها أولاد بيكونوا خمس في الطريق، بيبقوا أطفال صغار، فبصير حوادث كثيرة من هذول السيارات. رسالة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تهاون مع الخارجين عن القانون ومع من تسول له نفسه بالعبث بأمن الوطن والمواطنين من خلال تنفيذ القانون ومنع كل الظواهر والأشكال المخلة بالنظام العام، وذلك بقوة القانون والحق والعدالة. الساعة الآن 4 صباحا بتوقيت رجال الأمن والأمان لإتلاف المركبات غير القانونية التي تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والسير على قاعدة لا أحد فوق القانون. لتلفزيون فلسطين، عزمي بنات، الخليل. في بيروت أحيت حركة فتح وفصائل منظمة التحرير يوم الأرض وذكرى معركة الكرامة في مهرجان وطني حاشد أقيم في مخيم برج البراجنة، أكدت فيه أن المخيمات ستبقى القلاع الوطنية لصون القضية الفلسطينية ونبذ كل المؤامرات والفتن. بالنسبة لهم يوم الأرض هو فرصة ومناسبة يطلون منها على أرضهم ليؤكدوا لها أن الأجيال وإن كانت خلف الحدود فإنها تتوارث جمرة الثوابت والتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194. في مخيم برج البراجنة في بيروت طالبت حركة فتح ومنظمة التحرير العالم بأسره بوقفة ضمير وعدالة. أيها العالم، أنت الذي قدمت للعدو الإسرائيلي جزءا من أرض فلسطين واعترفت بدولة إسرائيل، لماذا لا تعترف بدولة فلسطين؟ رئيس القيادة الفلسطينية هو اليوم يشق طريقه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكل العقبات التي توضع في طريقه لن تجعله مترددا، لأنه هو الرقم الصعب. مهرجان شعبي أقيم في المخيم وسط مشاركة قوى وطنية فلسطينية ولبنانية وحضور لافت لوفد من العشائر العربية، أكدوا أن المخيمات ستبقى قلاعا وطنية تتحصن فيها القضية الفلسطينية. الذين يعتقدون أن القضية الفلسطينية قد تراجعت أو قد انتهت أو قد جرت تصفيتها مخطئون. هذه القضية يحمل شعلتها كل يوم شهيد شهيد،
وشهيدة جديدة في من رحاب الأقصى إلى قلب فلسطين المغتصبة عام 48. قضية تقدم كل هذا العطاء لا يمكن أن تموت ولا يمكن لأحد أن ينجح في تصفيتها. المهرجان حيا صمود حراس القضية الصامدين على أرض الرباط وفي العاصمة القدس. وقد قدمت في المناسبة فرقة حنين الفرقة المركزية للاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان مجموعة من الأناشيد الثورية والأغنيات التراثية في تحية إلى الأرض وأصحابها. لأرض فلسطين عبير يفوح في مخيمات لبنان التي سطر أبناؤها مآثر الوفاء والإخلاص على طريق العودة إلى أرض الوطن. من مخيم برج البراشنة في بيروت، أزن عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. كرم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية المناضلة عبلة دجاني رئيسة الاتحاد تقديرا لدورها ومسيرتها المعطاءة من أجل القضية الفلسطينية. بعد اعتمادها من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اليوم انتصرت المرأة الفلسطينية على إسرائيل وعلى مستوى أممي بتفوقها وتميزها ونضالها ضد الاحتلال. حب الكبير لفلسطين هو اللي أعطاني هذا كله الرضا. هذه إحدى المناضلات عبلة الدجاني رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، وخلال تكريمها تقديرا لمسيرتها النضالية الطويلة. بشكر أخواتي في اتحاد المرأة الفلسطينية اللي هم قاموا هذا الجهد الكبير لتكريمي. طبعا أنا بعتبر هذا التكريم إلي وإلهم كلهم، لأنه إحنا نتشارك معا في كل أعمالنا وفي كل نضالنا. فبالتالي يعني يوم أسعدني جدا، لأنه بيعبر عن الحب اللي بيربطنا وحب فلسطين اللي بيجمعنا. ابنة مدينة يافا استهلت مشوارها بالنضال الإعلامي، وكانت صوتا نسائيا جريئا ومحررة في إذاعة الثورة الفلسطينية منذ عام 65، ثم ما لبثت أن انخرطت في العمل النقابي النسوي ودفعت إلى الأمام بمساهمة المرأة في تعزيز المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. الأخت عبلة هي رمز للعطاء والنضال للمرأة الفلسطينية في الشتات، وما قامت فيه خلال مسيرة عملها الطويلة هو نموذج لدور المرأة الفلسطينية في مختلف أماكن تواجدها. الأم الفلسطينية هي أم الشهيد والجريح والأسير، هي الأم التي تقدم الكثير ليس فقط لأرض فلسطين، وليس فقط يعني دفاعا عن الأرض ضد الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني، ولكن دفاعا عن الأرض الفلسطينية العربية المصرية. عبلة الدجاني كانت قاطرة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر، ولديها مساهمات فاعلة ورصيد هام في رفع مستوى وعي المرأة السياسي ومشاركتها في مواقع صنع القرار على مستوى الأحزاب السياسية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية. أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين، القاهرة. تنظم الهيئة القيادية للاتحادات والنقابات مهرجانا خطابيا في رام الله غدا تحت عنوان الالتفاف حول منظمة التحرير والتصدي للالتفاف عليها. سيقام المهرجان الساعة 12 ظهرا في حديقة الاستقلال في مدينة البيرة. ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا في الاستوديو نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر. مساء الخير دكتور أبو بكر. يعني بداية لنتحدث عن الرسالة التي تنقلونها إلى جماهير شعبنا من خلال مهرجانكم غدا. يعني في ظل الأوضاع السياسية في عموم المنطقة والمؤتمرات التي عقدت للنيل من القيادة الشرعية لمنظمة التحرير ومن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومحاولة خلق كيان بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، نحن كاتحادات شعبية نعتبر أنفسنا القاعدة الأساسية أو أحد القواعد الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقلب النابض في منظمة التحرير الفلسطينية وفي الكيان السياسي والنظام السياسي الفلسطيني. بالتالي تداعينا للرد على كل هذه المحاولات أو ما يسمى من مؤامرات للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطيني، ورأينا أنه في هذا الوقت بالذات في ظل التحركات السياسية النشطة في المنطقة وفي ظل انعقاد القمة العربية التي بدأت أعمالها وتحضيراتها هذا اليوم، رأينا أنه يجب أن يكون هناك مهرجان جماهيري كبير للتأكيد على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية
ورمزية هذا المهرجان أنه يقام في رام الله بمشاركة الاتحاد كل الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية، وأيضا يمثل كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. سيكون هناك كلمة في المهرجان لاتحادات في الضفة الغربية، كلمة من القدس، كلمة من غزة، كلمة من لبنان، كلمة من الشتات، ويعني هذه مجموعة الكلمات التي تؤكد على وحدانية الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في هذا الظرف، وهي رسالة أيضا لتقوية الموقف السياسي الفلسطيني حيث تنعقد القمة العربية، وحيث سيكون زيارات للرئيس الأمريكي ترامب الملك الأردني والرئيس المصري والرئيس محمود عباس، وبالتالي ردا وخاصة على مؤتمر اسطنبول الذي عقد قبل أسابيع أن الشعب الفلسطيني متمسك بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، متمسك بالقيادة الشرعية. هناك ملاحظات لكل فلسطيني على بعض المسائل، ولكن هذا لا يجب أن يكون مدخلا للتآمر على منظمة التحرير الفلسطينية. ولذلك نحن سنتصدى كأبناء الشعب الفلسطيني، كأبناء النقابات الذين نعتبر أنفسنا الجزء الصلب والأساسي والنواة الأساسية للاتحادات لمنظمة التحرير الفلسطينية، أننا ندافع عن هذا الكيان الذي حمل القضية الفلسطينية للأمام وحقق اعترافات واسعة وشكل الهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت معرضة للذوبان وللضياع، شكل حماية لها، وبالتالي يجب أن نحافظ على الجسم لنواصل إلى الأمام مسيرة الحرية والاستقلال. بالتأكيد. تحدثنا في نشرات سابقة مع الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين السيد مراد السوداني، وتحدث حول إسهاب ومساهمة الأدباء الفلسطينيين في دعم منظمة التحرير الفلسطينية من خلال العمل أدبيا. نتحدث الآن عن نقابة الصحفيين، ما هو دور نقابة الصحفيين بالتحديد في تفعيل هذا الدعم؟ نحن يعني الجزء الأساسي المهم في هذا الموضوع أننا نحمل الموضوع الإعلامي، ونحن يعني مسؤولون عن هذا الجانب المهم جدا الذي يوصل رسالة الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، ويوصل معاناة الشعب الفلسطيني، ويفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين لهم دور كبير في هذا المجال، وعلى مدار السنوات وأذكر هنا أن مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها أحمد الشقيري كان رئيس تحرير أحد الصحف الفلسطينية في القرن الماضي، وهو صحفي، وهناك قيادات فلسطينية بارزة مثل ماجد أبو شرار، حنا مقبل، غسان كنفاني، كل هذه الرموز الوطنية هي رموز في الحركة الوطنية الفلسطينية كبيرة، وأيضا هي يعني إعلاميين بارزين على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية. الإعلاميين قاموا بدور كبير وبجهد كبير في معركة الحرية والاستقلال، ولا زالوا يقوموا هنا في معركة بناء مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن نعرف دورنا جيدا أننا يعني شركاء في هذا المشروع، شركاء في مع كل قطاعات الشعب الفلسطيني في معركتنا من أجل الخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني من الاحتلال. نعم، ماذا بعد المهرجان؟ هل هو مقدمة لخطة مدروسة لتوالي هذا الدعم للمنظمة منظمة التحرير الفلسطيني؟ نعم، بالتأكيد بعد هذا المهرجان ستتداعى كل المنظمات الشعبية، لدينا أكثر من 28 نقابة واتحاد يمثلون يعني كل قطاعات الشعب الفلسطيني، سنتداعى لدراسة ما هي الخطوات الأخرى التي سنعملها في المرحلة المقبلة، ولكن هو في إطار تفعيل هذه الاتحادات ودور هذه الاتحادات، وليعلم الشعب الفلسطيني أن هناك نواة صلبة قوية أساسية، إذا ما سكت البعض عن دوره أو تخلف عن دوره فإن الاتحادات والنقابات تعرف دورها تماما، وهي صاحبة مبادرة في موضوع الوطني، لها تاريخ كبير كل الاتحادات والنقابات في إطار منظمة التحرير الفلسطيني، وبالتالي يعني في هذه الظروف السياسية البالغة التعقيد يجب أن تتصدر الموقف ويكون لها دور أبرز في المرحلة المقبلة. هل هذا سيتشكل في اجتماعات واضحة ومدروسة عقدتموها خلال مؤتمركم الأول؟ نعم، لدينا اجتماعات شبه يومية كسكرتارية، هناك 28 نقابة ولكن هناك 7 نقابات هي سكرتارية قيادية للاتحاد والنقابات تجتمع يوميا، هناك اجتماعات أسبوعية لكل النقابات، ندرس هموم قطاعاتنا وأوضاع قطاعاتنا وكيف نكون جسم واحد موحد قادرين أن ندافع عن أوضاعنا المهنية وأوضاع ومطالب والحقوق النقابية لكل قطاعاتنا، ولكن أيضا الموضوع الوطني في مقدمة أولوياتنا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا نقيب الصحفيين الدكتور ناصر أبو بكر، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق يوم غد.
هذا وكرم المجلس المركزي لأولياء الأمور في محافظة خان يونس ثلة من الطلاب الأوائل في مدارس الأونروا الذين أهدوا بدورهم تفوقهم لشهداء فلسطين وأسرها. لقد أثبت طلابنا وطالباتنا قدرتهم على التفوق والنجاح على الرغم مما يواجهونه من ظروف حياتية قاسية تؤثر على فرص تحصيلهم بشكل جيد. اجتازوا بتفوقهم كل هذه العقبات ليحققوا أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تفوق أبنائنا في ظل ظروف غاية في الصعوبة، تفوقوا رغم الظلام الدامس، تفوق رغم انقطاع الكهرباء، تفوق رغم الحصار المفروض علينا، تفوق رغم الفقر وضعف الحال. أرسلوا لنا الطلب المتوقين رسالة، رسالة حب ووفاء لمعلميهم، لآبائهم، لكل من لهم فضل عليهم. خلال احتفال حمل عنوان التميز والوفاء نظمه المجلس المركزي لأولياء الأمور بمدينة خان يونس، حضره ممثلا عن السيد الرئيس أبو مازن المحافظ دكتور أحمد الشيبي وممثلون عن التربية والتعليم ولفيف من الوجهاء تخلله فقرات فنية متعددة احتفاء بهؤلاء الطلاب. السيد الرئيس دائما يحثنا على أن ننمي قدرات هؤلاء المتفوقين في كل المراحل لأننا بحاجة ماسة لهم، وهم مستقبل هذه الأمة التي بدون علم لن نصل إلى ما نصب إليه من تقدم بعون الله تعالى. 34 طالبا وطالبة من طلاب مدارس الأونروا وغرب خان يونس تمكنوا من الحصول على درجات التفوق مقدمين هذا النجاح لفلسطين وشهدائها وأسراها. وإحنا طبعا يعني هذا التفوق والنجاح بنهديه لفلسطين، بنهديه لأسرانا، بنهديه للشهداء فلسطين، ومنهديه طبعا لمعلمينا، ومنهديه لأبائنا وأمهاتنا اللي كانوا معنا في كل خطوة بخطوة إن نصل لهذا المستوى ونرتقي للأعلى. لقد حقق فرسان هذا الاحتفال من طلاب وطالبات تفوقا كان مميزا لما حمل من تحديا للظروف الصعبة التي يعيشونها، يكون لبنة مضيئة ترسم حدود هذا الوطن. من خان يونس، أحمد أبو حطاب، تلفزيون فلسطين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، ولكن قبل التذكير بالعناوين، سيتم بعد قليل تكريم السيد الرئيس في العاصمة الألمانية برلين، وسننقلها لكم في تغطية خاصة ومباشرة، وذلك لمراسم تسلم السيد الرئيس لجائزة شتايجر، وذلك تقديرا من ألمانيا شعبا وحكومة لمواقف السيد الرئيس الإنسانية وأيضا المصداقية والاستقامة في التعامل مع الأسرة الدولية في سبيل تحقيق السلام، وهي جائزة تمنح للأشخاص الذين يتسمون بالاستقامة والشفافية والنزاهة. إلى أبرز عناوين نشرتنا الإخبارية. إسرائيل تتجاهل طلبا لمجلس الأمن الدولي يدعوها إلى وقف الاستيطان، والبيت الأبيض يعلن فشل المباحثات مع حكومة تل أبيب. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بيده في القدس المحتلة ويوقف بناء بركسات في الأغوار. وزير الخارجية التركي يكشف عن استعداد حماس للاعتراف بإسرائيل. أشكر لكم طيب المتابعة ودقائق قليلة، ونكون معكم في تغطية مباشرة لتكريم السيد الرئيس من قبل ألمانيا بجائزة شتايجر. في أمان الله.